أيام الزمان تركت أثرا على صوتها، استوقفتنا على قارعة الطريق قرب جمعية خيرية، طلبت منا أن نقاسمها همومها فاستمعت إليها. عندي أطفال يبغون أكل، يبغون إداء، إحنا نأكل فلفلة، ويا ولدي أكلنا من عند الناس، إدامنا من عند الناس، وزنا من عند الناس، سكرنا من عند الناس، خيرنا من عند الناس، عايشين على الله وثق على الناس. أقول عندي مال، ما عندي مال، عندي 700، واليتيم الكبير 700 من الظماء، هي تجي للكهرباء، هي تجي للمويه، المويه قبل مسجل عليها 450، المويه والكهرباء 450، 250 حق المويه و200 حق الكهرباء، وكل يوم كذا، يعني يصبرون شهرين ثلاثة وحملوني فلوس، يصبرون شهرين ثلاثة حملوني فلوس، وأنا أدفع، والبيت والله يا ولدي لو أنك فيه، والله العظيم لو تعدم البيت والرياض ما تسكنوا، والله ما تسكنوا. ولدي 20 سنة مسجلة في الجمعية من قبل حرب صدام. وين حرب صدام؟ من قبل حرب صدام، وأنا في الجمعية مسجلة. وكم يعطونكم يا خالد؟ يا بعض الحين لا جبت لهم رقم للمكتب حق الإيجار، يعطوني الإيجار. وبعض الحين لما أعطيتهم الورقة ما يعطوني مولية، اللي انكب ورقة، وأنا أروح للمكتب كل سنة، كل رمضان أروح لهم. مكتب العقار يعطوني؟ مكتب العقار، أقول لهم هذا مكتب العقار. كم الإيجار يا خالتي؟ الإيجار 5000 من أول و500. الحين 6500 في السنة ولا في 6 شهور؟ لا في 6 شهور. إنه مزود الإيجار، وأربع غرف علشان عندي بنات، 5 بنات وأنا السادسة، والحرمة والدي المتوفي السابعة. ما لنا والي إلا الله ثم المسلمين، ما لنا والي. شو أقول؟ عندي ولة عم، عندي أخ، عندي الله، واقتل على الشجرة لو لهم. أبغى الله يعز لي، ما أبغى مال، ما أبغى مال، أبغى يستر حالي بإيجار البيت، وأبغى يستر حالي بأكل في البيت، وأبغى يستر. طيب الآن أنت جيتيهم يا خالتي عشان يعطونك أكل؟ قلت أبغى منكم إدام، قال ما عندنا، يقول فاضي، نفتح لك المخزن. طيب يا خالتي أنت تاخذين كم من الضمان؟ كم تاخذين؟ 700 أنا، 700 أنا الكبير. يعني يجيك بس 1400 في الشهر؟ بس. وأنتم كم فرد في الأسرة؟ كم عائلتكم؟ يا ولدي لا قلت لك يهيب عقلك. معي 5 بنات، اللي متطلقة وعندها 5 أنفار، واللي متطلقة وعندها 4 أنفار، واللي متطلقة وعندها 6 أنفار، واللي متطلقة وعندها 7 أنفار. ولا يجيكم إلا 1400 في الشهر؟ والله ما يجيني إلا أنا مقدم. أنا بناتي اللي متطلقة هرب رجال، هرب، يعني طلقها بس طلق لسن ونحاش، والثانية طلقها طلق لسن ونحاش، والثالثة طلقها ونحاش، وهذه كأنها اللي عندها ورقة راح انت تقدم على الضمان. قال دور لك شغل، الضمان هذا للكبار ما هو للصغار. وش تبغين من الجمعيات الخيريه؟ ابغى الايجار، اي، وابغى ان كان عندهم طماطم، ان كان عندهم دجاج، ان كان عندهم لو كان لحم حمار، ان كان عندهم يعطوني منها، اسكت نفسي واسكت اللي عندي، اكل زي الناس اللي ياكلوا. هذه السيدة نطقت عن المبحوحة أصواتهم.